فقرتنا الثانية كثير مهمة، ومثل ما كنا عم نحكي نحن والدكتور من الأمور الشائعة، اليوم رح نحكي عن استئصال الرحم الولادي. كثير من الأخطاء عم تصير بهذا الشيء، اليوم رح نتعرف على أسبابه وأيضا على التدابير العلاجية وأيضا سبل العلاج، وكيف ممكن السيدة تحمي نفسها قبل ما توصل لمخاطر هذا الشيء، وهل في مخاطر فعلا ممكن تتعرض للسيدة جسدية أو نفسية في حال استئصال الرحم. اليوم كل هالأمور رح نحكي فيها مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو، الدكتور هيثم عباسي، اختصاصي بامراض النساء وجراحتها ومعالجه الاقم. يسعد صباحك يا دكتور. صباح الخير والفل لكم جميعا ولكل اهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور بالبدايه خلينا نحكي بشكل عام، نتعرف على شو هو استئصال الرحم الولادي. طبعا نحن بنعرف الاستئصالات الرحميه الى شقين، في شق اسباب المرضيه وهي الاورام الليفيه او لا سمح الله الخباسات او النزوف الغير مسيطر عليها. بنحكي نحن هون باليوم نحن ناخذ نحن الطريقه السبب لاستئصال الرحم خلال بعد العمل الولادي لاسباب مختلفه. من هذه الاسباب منها الاعطال الرحميه، منها اندخال المشيمه، ارتكاز المشيمه المعيب، منها كسره القيصريات يؤدي الى تشوهات بتوضع المشيمه، منها اخطاء احداث مو اخطاء اختلاطات تحدث بسبب عدم المستوى الصحيح في اجراء العمل الجراحي. طب دكتور، عم تذكر حضرتك انه اليوم الولادات القيصريه وفي كثير اسباب ذكرتها حضرتك، خلينا نركز على هي النقطه، لانه اليوم مثل ما بنعرف الولادات القيصريه هي كثير شائعه وصارت موضه مثل ما كنا عم نقول يعني، فهي ابرز الاسباب. خلينا نحكي عن المخاطر فعلا اللي عم بتؤدي لهذا الشيء. طبعا اول شيء الولاده الطبيعيه هي من حد ذاتها هي فعل فيزيولوجي طبيعي. منه تخوض الطفل، يخوض مرحلة الخروج من المسالك التناسلية، فبيطلع عن الطفل أقوى وإمكانياته الحياتية أفضل. أما من ناحية الامرأة فهو عمل فيزيولوجي يقوم بشكل طبيعي إذا كانت مدروسة المرأة محسوبة الأمور كلياتها، يعني أن يكون الحوض سليم، أن تكون المشيمة متوضعة بشكل حقيقي، وبهذه الأمور تكون الولادة هي بشكل مريح وجيد. أما إذا كانت الولادة غير مريحة وغير متوافق الحوض مع الجنين ولأسباب مختلفة، ارتكاز المشيمة المعيب، عدم وجود توافق بالمحاور، يؤدي إلى اصطباب القيصرية. لكن القيصرية التي تختار بسبب سهولة الأمر وراحة المريضة، هذا من الخطأ المعيب الذي يرتكبه كثير من الزملاء بأنه يسهلوا الموضوع. القيصرية بحد ذاتها هي عمل جراحي لإنقاذ الجنين وإنقاذ الأم. من وقت ما خلقت القيصرية هي خلقت لأنقاذ الجنين بسبب عدم إمكانية الولادة الطبيعية. تمام. ولكن ليس لتكون هذه العملية هي عملية مستهدفة بس للولادة بشكل روتيني. فكلما زادت عدد القيصريات كلما ازدادت الالتصاقات الموجودة ضمن البطن وعلى جسم الرحم، وصارت تندبات على جسم الرحم التي تؤدي بحد ذاتها إلى وجود ارتكاز مشيمة معيب أو اندخال مشيمة ضمن مكان العمل للندبة الجراحية. أو بإمكانه يسوي لنا عنا مشكلة بالندبة الجراحية، انفتاق في الندبة الجراحية. فهذه الأخطاء كلياتها ممكن أن تزداد مع زيادة عدد القيصريات. وكلما زاد عدد القيصريات كلما زادت الاختلاطات الكثيرة والالتصاقات الكثيرة. من أعراض هذه الالتصاقات أنه عندها آلام فظيعة بتصير عند المرأة، وضعية الجلوس بالتغوط بالغذاء بالعلاقة الجنسية، وذلك التصاق الرحم بجدار البطن أو بالأعضاء الداخلية. أما كل ما زاد عدد القيصريات بإمكانه يصير التعشيش غير صحيح ضمن الرحم، وهذا التعشيش الغير صحيح يعني منطقة توضع المشيمة ممكن تتوضع تصير على الندبة الجراحية، وإذا توضع على الندبة الجراحية هون أضعفت الإمكانية التي تساعد على انسلاخ هذه المشيمة عن الرحم في مرحلة الولادة. في هذه الحالة إذا صار انسلاخ صعب يكون هو سببه أنه صار في عنا التصاق بالنسج الرحمية والنسج المشيمية، وهذا يؤدي إلى نزوف صاعقة شديدة، وممكن أن تندخل المشيمة حتى تصل إلى المسالة وتصل إلى المستقيم، وفي هذه الحالة تدخل بعمليات وأطوار جراحية أخرى. فكلما زاد عدد القيصريات كلما زاد. في الدول العالمية تعتبر القيصرية الثالثة هي الحد النهائي للولادة. للأسف الشديد نجد هون القيصريات 5 و6 و7، ولن تقف هذه المحاور في القيصريات حتى ينتهي الأمر إما باستئصال رحم أو لا سمح الله بشيء.
هاي من اسباب الشغله هي. دكتور خبرتنا تحت الهواء من شوي انه في بعض الاختلاطات عم تصير بعد عمليه القيصريه، اليوم يعني صارت موضه هي العمليه، اليوم كيف بدنا نعرف انه السيده بحاجه لعمليه استئصال رحم ولادي بشكل سريع او بشكل طارئ، وكيف ممكن يتم الكشف بهي الحاله انه هي الشخص هي الانسانه بحاجه لهي العمليه بشكل فوري وسريع قبل ما يتم حدوث نزيف قوي او تتوفى المريضه؟ طبعا نحن في مرحله الحمل وهو مستمرار من 9 اشهر، بعد الشهر السابع نستطيع ان نحن نحدد توضع مكان المشيمه. توضع المشيمه الفيزيولوجي الطبيعي هو في قعر الرحم وعلى الجدار الامامي او الخلفي بالقسم العلوي. عندما تتوضع المشيمه في الجزء السفلي من الرحم فمعناتها هي اقرب على مخرج المشيمه. هون يؤخذ بالاعتبار ان كانت هي سوابق قيصريات او ان كانت ولود لاول مره، فالتوضع الغير صحيح على جدار الرحم من المشيمه هذا يستطيع الطبيب ان يدركه في الشهر السابع او في الشهر الثامن، حتى ما قبل في الزياره الاخيره في الشهر التاسع يستطيع ان يحدد توضع هذه المشيمه ويتوقع ماذا سوف يحصل معه في العمليه القيصريه. يعني نحن ما عندنا نحن عمليه اسعافيه هون سبب انه عدم المعرفه. نحن في عدم المعرفة عنا إذا صار في عطالة رحمية، العطالة الرحمية طبعاً إلى تداركات أخرى، أما نحن عم نحكي عن الاختلاطات التي تأتي عن توضع المشيمة المعيب، فمعناتها نحن توضع المشيمة المعيب بحد ذاته هو يجب أن يحدد من طبيب المعالج أو المتابع أو الطبيب الذي سوف يجري العمل الجراحي. ففي حال نحن أجرينا العمل الجراحي ونحن ندرك أنه في مشيمة إما ملتصقة وإما مندخلة، فيجب تجهيز كميات من الدم إسعافية قبل الدخول العمل الجراحي، أن يكون مضبوط الخضاب عند الإمرأة أكثر من 11 أو 12، ويجهز ذلك بإما بإعطائها الدم قبل العمل الجراحي وتجهيز الدم لبعد العمل الجراحي أو خلال العمل الجراحي، أن يكون الطبيب قادرا على إجراء العمل الجراحي في حال اضطر الطبيب لاستئصال رحم ولادي. فبهيك بكون احنا عرضنا المراه لاقل عدد ممكن من الاختلاطات الوارده. اما اخذ القرار في عمليه استئصال الرحم الولادي لا يستطيع الانسان ان ينتظر الساعات او الوقت الطويل، يجب ان يؤخذ القرار بين 5 إلى 7 دقائق. اذا لم يقف عنده شلال الدم النازف فيجب ان يؤخذ القرار بايقاف هذا الدم النازف وبدء في عمليه انهاء هذا العمل الجراحي بانتهاء استئصال رحم ولادي. يعني اليوم دكتور في حال ما تم استئصاله او تم المماطله، اليوم في كثير سيدات بيقولوا انه بدهم يخسروا الرحم ويمكن يكونوا باعمار صغيره، يعني اليوم هذا الشيء ذكرت حضرتك احدى الحالات اليوم انه هي ممكن تؤدي للوفاه، فقديش هي فيها خطوره اليوم، قديش دور الطبيب باتخاذ هذا القرار في حال عمليه القيصريه؟ طبعا نحن هون القرار ما بصير ياخذه الطبيب لحاله، نحن في سي عندنا نزف والنزف تخطى الحدود الطبيعية، طبعا هو يعود للأهل ويعلمهم أنه الحالة خطيرة جدا ويجب الدخول بحالة جراحة أخرى. في حال عدم الموافقة هون في يجب بحالة إسعافية استشارة أطباء ولو على الهاتف وأخذ قرار جماعي بإنقاذ حياة المريضة، لأنه هون ما عندنا إمكانية نحن أنه نترك الحالة ثاني يوم أو ثالث يوم، وما فينا نرقي. نحن المشكله انه هون عمليه الارقاء الدم صعب، يعني احنا ما في عندنا وعاء نازف هون انه نربط الوعاء او نسيج نازف، وعندنا اسطح نازفه، والاسطح النازفه هي سطح الذي يتماسك هو على الاساس مع المشيمه، فالاسطح كبيره رغم انه بناخذ قطب كثيره. هلا في حالات بامكاننا نحن نجربها تجريب اذا كان عندنا حاله النزف مستقره بان لا نحاول سحب المشيمه ونعيدها للداخل ونربطها ونتركها بعد الولادة بتطبيق مواد خاصة على أساس أنه يصير امتصاصها، لكن هذا من النادر جدا ومن الصعب جدا وهو بحوث علمية وأكثر من بحوث عملية. طيب دكتور ممكن العامل الوراثي اليوم يصير هو السبب بحدوث هي المشكلة استئصال الرحم الولادي أو هي الاختلاطات كلها يلي بتصير بجسم المرأة أو حتى اللايف ستايل يلي هي تعمله ان كانت تغذيه او نمط الحياه يلي بتتبعه؟ هل احنا نفترض انه احنا هو العامل الوراثي ما له دخل بالقصه؟ تمام. بس الحمل هو مثل ما قلت الفتره طويله، يعني الحمل هو 9 أشهر و10 أيام، هو 208 نهار، 10 اشهر قمريه، يعني ما انه يوم واثنين. حسب وزن الطفل كمان دكتور؟ بيلعب دور، ما هي جايك بالقصه، هلا احنا خلال فتره الحمل كلياته يجب مراقبه الخضاب، وتكون عندي انا خضاب منخفض، يعني فقر دم عنده بالعوامي، فقر دم خلال فتره الحمل كلياته، فننتظر نحن في ملحظه الولاده حتى الطبيعيه بانه الرحم لا ينقبض بسبب انه سوء التغذيه
وسوء الأكسجة فبيتعب الرحم، بصير عندي عطالة رحمية وهذا يؤدي بحد ذاته لوجود حالة استئصال رحم. هلا الموضوع الثاني، إذا كان عندنا حمل توأمي، إذا كانت المرأة ولدانة أكثر من 5-6 مرات ولادات طبيعية وصار عندها استسقاء بصير ضخامة بالرحم، كمان انقباضه بصير صعب، وأحيانا بصير فيه شو انهيار بعامل انقباضي الذي يؤدي إلى انهيار عوامل التخثر. بحال كمان دخلنا بهالحالة كمان نحن شو عملية استئصال إسعافي، فمعناتها نحن مثل ما برجع بحكي لك 99% من العملية يجب أن تستدرك قبل العمل الجراحي قبل الولادة. يعني نحن ما نفوت على الولادة ونحن مغمضين عيوننا أنه نحن هذا شيء طبيعي، لا ما هو شيء طبيعي. يعني نحن إذا كانت سوابق ولادات هي معديدة يجب أن لا نخضع المريضة للتحريض، أن تكون متابعة المريضة بشكل حسيس. يعني مثلا نحن نقول مريضة 9 أشهر جايتني أنا عن تعمل فحص، أقلها يجب أن تكون 3 مرات لـ4 مرات خلال 9 أشهر عن تعمل تحاليل دم، أقلها كل 40 يوم في بداية أول نصف الأول من الحمل مرة زيارة الطبيب، بالنصف الثاني كل 2 أسبوع. طيب الطبيب هو ما عندي ياخذها بس لمربح مالي، هي في متابعة حساسة للمرأة. تمام. فمعناتها هون نحن ثاني شيء عدد الأطفال، عدد الأطفال بيلعب دور كبير بإمكانيات تغير فيزيولوجية الجسم عند المرأة. يعني نحن للأسف الشديد بس تلد المرأة عنا لا تتابع مثلا الفيتامينات، لا تتابع الكوليسترول، فبتلاقي مثلا عندها اصابه بالاسنان، اصابه بالمفاصل، اصابه بالاصابع، اصابه بالاظافر، بالشعر. طيب هذا كله يسببه شو؟ استهلاك الجسم. نوع الغذاء، نوع الغذاء بيلعب دور كبير. يعني مثلا بتجيني امراه خلال فتره الحمل 9 أشهر لازم ان يزيد وزنها بين 9 إلى 12 كيلو، بتلاقيني زايد 20 و30 كيلو، بس بلاقي عندها فقر دم لانه نوع الغذاء اللي عم تاكله غير صحيح، فيه أوغليفود كتير، يعني فيه نشويات، فيه سكريات كتير، أما الشيء بدنا إياه إحنا ما هو موجود. فهذا كله بيلعب شو على اختلاطاتنا حول الولادة وفي ما حول الولادة. ركزت على أهمية الاختبارات والتحاليل قبل الولادة دكتور، ولكن اليوم في خوف من التصوير بالإيكو لهذا الجنين. ممكن التصوير بالإيكو بشكل متكرر حتى لو كل شهر مرة يؤدي لمضاعفات إنه يضر صحة الجنين؟ اللي إحنا التصوير بالإيكو هو موجات صوتية. تمام. يعني هو موجات عالية ترددها من الكريستال الصوتي مع متلقيات لهذا الشيء، فمعناتها هو مادة غير ضارة بالجسم، هو الصوت. طبعا هو يفضل في بداية الحمل في مرحلة المضغة أن لا تكون فترة التصوير فترة طويلة، أما إذا 5 دقائق 4 دقائق ما بيأثر، أما التأثير الفيزيولوجي التشوهي الإصابة كذا هذا لا يؤدي لها. تمام. ولا كانت الأصابة الدكاترة يعني كانوا تبهدلوا بالقصة. طب دكتور خلينا نروح لبعد ما بعد عملية استئصال الرحم اليوم، شو هي الاختلاطات أو شو هي التأثيرات بعد استئصال الرحم على السيدة الجسدية أو النفسية؟ هلا نحن أول شيء نحن وقت بصير عندنا نزف كبير بالامرأة بالنزف، في عندها بعد ما تستأصل الرحم وتعود للحياة بشكل فيزيولوجي طبيعي، عندها أول شيء الاختلاط الأولى هو متلازمة شهان. المتلازمة هاي للأسف الشديد يعني الإنسان يا بتناساها يا ما بعرف شو، هاي المتلازمة تظهر عنا بشكل أول شيء إنه هالمرأة بعد ما استأصل الرحمة ونزفت هالكمية الهائلة من الدم بتلاقي إنه ما بإمكانها يصير عندها سر حليب، فبتراجع الطبيب بسر حليب، هون الطبيب دغري لازم ياخذ بالحسبان إنه هذه المرأة فقدت كمية كبيرة من الدم خلال فترة القيصرية مع استئصال الرحم، فهون عندها مشكلة صار بالضغط، عندها مشكلة بالنور أدرينالين بسيستم يعني بالكظرين، عندها مشكلة بالنخامة، صار عندها تنخر بالنخامة بالفص الأمامي، فمعناتها صار بدها معالجة مدى الحياة للسكر والضغط والكوليسترول والشحوم. هذا أول اختلاط بيصير فيه، يعني إحنا ما أنقذناها بس حياتها، إحنا أنقذنا حياتها بس صار عندها مشكلة. فمن هون هذا السبب إنه ليش نقول إحنا إذا كنا إحنا مجهزين الموضوع قبل ما ندخل حتى في هذا الاختلاط بعد الولادة، رغم إنه أنقذنا حياتها هي دخلت في اختلاط، وهذا اختلاط معرضة طول حياتها إنه تأخذ أدوية الضغط، ضبط للسكر، ضبط للكوليسترول، ضبط للشحوم، ضبط للكظرين، يعني مشكلة عويصة هاي. الموضوع الثاني عامل النفسي، وتكون هي صغيرة بالسن ولأسباب مختلفة ما احنا ما نحدد سبب معين تم استئصال الرحم كثير، هو أول شيء يجب أن يكون المعالجة النفسية من قبل الطبيب إنه هي هالقصة هي أفقدتها عملية الإنجاب ولم تفقدها الحياة العائلية الجنسية، يعني هي لم تفقد الشق الثاني من حياتها، فهذا يحتاج كمان لعملية تواصل مع المريضة وتتابع حتى تعود للشكل العائلي بشكل جيد. عشان هيك احنا بنحكي انه الاستئصالات هي ما بس انه انتهت باصابه فيزيائيه بالجسم، في اصابه نفسيه. تمام. رد نفسي. عشان هيك يجب ان يكون هناك عدد محدد من القيصريات، يعني نحن للاسف الشديد ما بنقول للمريضه انه ثالث قيصري لازم تربطي، يعني ربما بيربطوا ثالث قيصري، هو نحن ما بنقدر انه تعربطي،
فللاسف الشديد معناتها لازم نحن شو نفهم مرضى انه يا سيده انت جبتي اول ولد مثلا بعد 4-5 سنين جيبي ولد ثاني، بعد 4-5 سنين جيبي ولد، بعدين خلصنا. تمام. اما مو كل سنه نجيب قيصري قيصري قيصري، يعني ما يعني في امور مو طبيعيه. يعني مثل مره اجتنا وحده عندها شيء 6 اولاد ولادات طبيعيه وسبع قيصريات، يعني عندها تقريبا شيء 14 ولد، يعني ما يفهم شو بدها هي لسه. يعني للاسف الشديد هذا موضوع كثير حساس. طيب دكتور خلينا كمان نركز على هي المشكلة. اليوم حكيت انه في اختبارات، في قصص ممكن يكشفها الدكتور قبل ما تتم عملية الاستئصال. طيب اليوم الحد من الوصول لهي المرحلة قدامهم اليوم من قبل الدكتور، من قبل حتى السيدة يلي ممكن تشك انه يصير عندها هيك شيء، او هي هو ما ممكن يكون في خوف من هذا الموضوع ولكن وقاية، كيف نحن ممكن نوقي حالنا لحتى ما نوصل لهي المرحلة؟ هلا الوقاية بحد ذاتها اول شيء التوعية للمجتمع بشكل عام انه الولادة الطبيعية هي الحل الطبيعي الصحيح، الا اذا كان هناك في تشوهات بالحوض، ضيق بالحوض، او تشوهات بمسار الرحم، او لا سمح الله في اورام ليفية، او في كيسات. يعني لا يجب ان نختار القيصرية بسبب الرفاهية، هذا اهم شيء. يجب ان تكون الولادة الطبيعية هي الهدف الاول. الهدف الثاني انه عدد الاطفال، يعني احنا ما لنا نقول حددوا عدد الاطفال، بس كل امراه يجب ان تعرف مقدار نفسها، امكانياتها الجسديه، امكانياتها العضويه، وامكانياتها الماديه. يعني الطفل مو بس اجى يعني خلص انت تقول يعني الله بيدبره، ما بسي هذا كله بيكون محسوب هذا. فلحنا كل ما كانت عندنا الحاله الاجتماعيه اسوا والحاله الادراكيه اسوا، كل ما بدها تزداد اختلاطات. فنحن لا ندرك هالشيء في الشق المحمول على المجتمع وهو الولادة الطبيعية، التغذية الجيدة، التفكير والتمحيص والتخطيط لإنجاب طفل، مو والله بالصدفة. أما الشق الثاني وهو الشق الطبي، إن كان بالمستوصفات ولا إن كان بالقابلات ولا إن كان بالأطباء، تحديد وضع الحمل، متابعة الحالة الديناميكية للدم للجسم، حالة الرحم، هل يوجد فيه تشوهات خلقية للرحم؟ هل يوجد مشكلة بالحوض؟ هل يوجد مشكلة بالقناة الدهليز الولادي؟ ومن ثم توضع بالنصف الثاني من الحمل، توضع المشيمة وين مرتكزة وين وضعها، وهل هذا الرحم قابل للاستقبال العلاجي بعد الولادة أو خلال الولادة أم لا؟ طب دكتور في كثير سيدات كمان بيلجأوا للقيصرية، أو من الأمور الشائعة أنه الولادة الطبيعية هي اللي بتسبب هبوط الرحم، خلينا نوضح أكثر عن هي النقطة. هلا الولادة الطبيعية بحد ذاتها فيزيولوجيا طبعا بدها تعمل توسع بالقناة المهبلية، هذا ما في اثنين مختلفين عليه، وخاصة إذا كان مراحل الولادة كان فيها شوية قساوة، يعني كان في ضغط على البطن وكذا، بعد فترة بصير وساعة بالدهليز المهبلي، يعني بالقناة المهبلية، وبصير في عنا بجوز بعد فترة هبوط أمامي أو هبوط خلفي بالمثانة وكذا. طبعا هذا علاجه ليس من الشغلة الصعبة، هو صحيح حالة تجميلية. الحمد لله هلا انا يعني مثلا لاحظت صار كثير من النساء يدركوا هالشيء وصاروا يجوا يقولوا للطبيب ايه احنا عندنا هيك عندنا هيك، يعني كانت اول شيء النساء تخجل وتخاف. طبعا هو علاجه يحتاج الى عمل جراحي وتقنيه وحتى فنيه، يعني لازم يكون الطبيب فنان فيه يرسم رسم الصوره لحتى يضبط الموضوع. هلا شو الفائده من عمليه انه نرفع احنا المثانه ونرفع المنطقة الخلفية ونعيد الدهليز المهبلي للحجم الطبيعي؟ ليس فقط أجل علاقة جنسية، لأنه نحن كل ما صار في وساعة، كل ما صار في هبوط أكثر، في صار إمكانية الالتهابات البولية التناسلية أكثر. يعني نحن وقت عم نشتغل بهالقصة هاي ما عم نشتغل بس من ناحية الفيزيولوجية للعلاقة بين الزوجين، عم نشتغل إحنا لحماية المرأة لنعيد الشكل الطبيعي للوضع المهبلي وللرحم وللجدار المثاني والجدار المستقيم. هلا بين هلالين بس بعد هيك عمليات لا ما بصير بقى ولاده طبيعيه. فنحن دائما المراه بنقول لها بننبهها، انت خلصتي انجاب؟ اذا خلصتي انجاب بنقول لك عم ما خلصتي انجاب بعد منه كله قيصريات. اما العمليه هي عمليه جيده ومفيده وبترحم المراه كثير من اختلاطات القيصريات. طب دكتور في سيدات بأعمار متأخرة عم بتصير عندهم هي الحالات وممكن عم تتكرر، يعني هنن مثلا خلينا نقول أولادهم صاروا شباب وفجأة أنه صار عندهم هذا الهبوط، شو سببه؟ هلأ شوفي الهبوط بحد ذاته هو لحنا عندنا الجاذبية، الجاذبية الأرضية تجذب جميع الأجسام للأسفل. لحنا في أربطة بالجسم، هلأ إذا المريضة فيزيائيا قوية رياضية جسمها جيد ما عنده داء سكري، ما عنده مشاكل بالضغط، ما عنده عملية إمساك يعني بالتغوط، عنده ما عنده مشكلة،
فبتلاقي عندها الامور هي قليله، يما اذا عندها مشاكل بالتغوط، عندها غازات، عندها كولون، عندها ضعف الاربطه، عندها كذا، بصير هبوط حتى احيانا بالستين وبالسبعين سنه. يعني انا في عندي حالات كان الرحم واصل للركبه، يعني فتنا استئصالنا ترانسفيرس استئصال عن طريق المهبل للرحم ورفع الدهليز المهبلي، هذا موضوع موجود هذا. اما اذا كان الاسباب انه نحن مشان فيزيولوجيه الدهليز المهبلي للحياه الزوجيه وحياه الالتهابيه، هذا بنساويه في مراحل يعني بكير في 20 25 30 سنه. يعني اذا واحده عندها 10 اولاد اكيد بيصير عندها، او 8 اولاد و6 اولاد بيصير. اما في الاعمار المتقدمه الاسباب بتكون احيانا هي فيزيائيه، يعني سبب احيانا الضغط الزائد داخل البطن، الوزن الزائد، تمام، احيانا اذا عندها الكولون، احيانا اذا عندها امساك شديد بتصير عندها يعني كثير عندها ضغط عالي جوات البطن. يعني دكتور عن جد شكرا لك، نوهت كثير على نقاط مهمه اليوم لازم على كل سيده وصبيه حتى هي تتبعها. اليوم اهم النصائح دكتور يلي بتتوجه فيها لكل سيده مقبله، ان كانت على الولاده، مقبله على الزواج، مقبله على ممكن تكون جسمها مؤهل لحتى يصاب ببعض الامراض يلي بتصيب الرحم، شو هي النصائح يلي بتقدمها؟ الاول شيء على كل فتاه، يعني اول شيء غير انه الستايل الجسم الجميل، اول شيء تحافظ على فيزيولوجيه جسمها. يعني كل ما هي كان فيزيولوجيه جسمها جيده معناتها فيزيائيا هي افضل. يعني الرياضه البسيطه للحوض، الرياضه الابسط من هيك المشي. ثاني شيء نوع الغذاء، نوع الغذاء. نحن في شغله مثلا ما موضوعنا اليوم ما هي، بس انا خلال فتره الحمل بصير عندنا فزر حمليه، يعني البطن بتشقق. طبعا الفتاة إذا كانت معتمدة على أكلها خلال فترة طفولتها وخلال فترة بلوغة على الجانك فود، على الشغلات كلها اللي مسوق، بصير عندها قساوة الجلد عالية، فبصير عندها فزر حملية. فمن هيك بنضل يفضل الخضار، يفضل الزيوت الطبيعية الفيزيولوجية، شوية بروتين، شوية رياضة، هذا كلياته بيقيها من مشاكل كثير موجودة. ثاني شيء الفحص الدوري، يعني حتى هي فتاة الواحدة ما بيضل إذا عملت فحص شافت رحمة. يعني أنا مثل امبارح عندي بالضبط، عندي فتاة عمرها تقريبا شيء 24 سنة، فحصها طلع عنده ورم ليفي، فهمت شلون؟ طب يعني هي لساعتها فتاه، طب شو نقدر نساوي يعني، فهمت شلون؟ يعني بس الواحد يتدارك الموضوع للمستقبل. فالنصائح هي الغذاء الجيد، الابتعاد عن الاغذيه المصنعه والمعلبه، الابتعاد عن الاغذيه التي تتغذى على الهرمونات مشان ما يصير عندها شعرانيه وما يصير عندها مشاكل كلياتها، تحسين اليه الفيزيولوجيه الهضم عندها، والرياضه البسيطه. يعني ارخص رياضه في العالم شو هي؟ المشي. تمام، اهم شيء يعني ما نقول روحي نادي، روحي سباحه، اقل شيء مشي. صحيح. اكيد دكتور بختام فقرتنا بدنا نتشكرك اكيد ونتمنى السلامه لجميع السيدات وايضا الصبايا اللي لسه ما تزوجوا وتاهلوا لهذا الشيء. شكرا لك دكتور. الله يعطيكم العافيه وشكرا لكم، واتمنى السلامه والنجاه لكل الامهات. شكرا لك دكتور هيثم عباسي، كنت معنا اليوم وانت اختصاصي بامراض نساء وجراحتها ومعالجه العقم. شكرا لكل النصائح اللي قدمتها، واكيد بدنا نتمنى السلامه لكل المشاهدين. اهلا وسهلا. شكرا لكم، الله يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه دكتور.